يؤمن بالديمقراطية والنقاش. واضح. أنا معك في أربعة، إذا كان صوتنا الأربعة ونختلفوا في الواحدة، بعد ما اختلفنا صوتنا نمشيوا في الرأي. تربيع نقبل هذا باش نتعدى معك توت سويت مرحلة التتويش. الجو دو تروفي هوني سي جوهر باش نفكرك بالالتزام اللي يقول أتعهد بأن أكون صريحا وجريئا وأجيب على كل الأسئلة وأن ألتزم بقواعد البرنامج وأن أكون صادقا وحريصا على حق القواعد هذوما ما مريتهمش من لو صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة وأتحمل المسؤولية فيما أقول. مرحلة التتويج باش نعطيك زوج شهيد، في يدك اليمين شهادة شكر وفي يدك اليسار شهادة توبيخ. نعطيك ما تفجعش شهيد وهمية به شهادة شكر وشهادة توبيخ. سي جوهر في يدك اليمين الشكر في يدك اليسار توبيخ، زوز أسامي كل اسم ياخو شهادة، فماش شهادة تتعطى لزوز أسامي وما فماش اسم يعفى من التتويج. أول في دوامة أخرى يعني كل ما نخرج منهم كما قعدنا نتفكروا 22 أوت باش تبقى تتفكر 25 سبتمبر بعد هو تبدأ مرحلة جديدة. الله يخليك سي جوهر. به أول زوز أسامي لمن الشكر ولمن التوبيخ، الياس الفخفاخ وهشام المشيشي. بالنسبة للأولاني اللي ذكرته أنا باش نعطيه حسب الدوامة اللي حطني فيها باش نعطيه باليسار. ما تحبش تسميه بالنسبة للأولاني اللي ذكرته؟ الرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ، علاش ما تحبش تسميه؟ لا نسأل. توبيخ لسيد الياس الفخفاخ. احنا السياسيين تواجدوا باش نعطيو اراء، مرات تصيب ومرات تخطئ. علاش انا ناخذ دائما وما فماش عادي ودائما مصالح تتلقى به شنو هي المصالح؟ لا هذا مفهوم السياسي يتحاسب عليه. مرات انا تطلبني باش نعطي رايي يتحاسب عليه. واضح. توبيخ الياس الفخفاخ، شكر لهشام المشيشي. والله ما قامش بالله على مقام، خلينا نشوف المجهود الساعه فاش باش نقوموا توا، نشوف شنو نحضر. باهي نتمنوا له نجاح ونس كل على ان شاء الله تونس فتره اخرى في